الأخ عبد الرحمن راء ميم يقول: ما حكم الذهاب لبلاد الغرب لتعلم اللغة الإنجليزية أو الفرنسية للحصول على وظيفة كبيرة تكسب راتبا كبيرا في بلادنا العربية؟ جزاكم الله خيرا. الذهاب إلى الغرب لتعلم اللغة الأجنبية هذا ليس من الضروريات بل ولا من الحاجيات، لأن بالإمكان أن يتعلم اللغة في بلاد المسلمين، اللغات الأجنبية موجودة في بلاد المسلمين فيتعلم ذلك في بلاد المسلمين ولا يحتاج إلى السفر إلى بلاد الكفار، بل هذا الغرض متوفر في بلاد المسلمين. فيه من يعلم اللغات الأجنبية بدون سفر إلى بلاد الكفار. معنى هذا أن تلك حاجة هو حاجة لا تجعل السفر لذلك البلد مباح، نعم، ما دامت موجودة في بلاد المسلمين، نعم، فهي لا تجعل السفر إلى بلاد الكفار مباحا. أي نعم، لا تجعله مباحا ما دام أنه يحصل عليها في بلاد المسلمين. وأيضا تعلم اللغة في بلاد الكفار ذكروا بل تحقق ذلك أنهم يخلطونهم مع عوائل كافرة، نعم، يقولون من أجل أن يتمكن من المخاطبة، فإذا اختلط مع عوائل كافرة فإن في ذلك شرورا كثيرة، من أعظمها الفتنة والعياذ بالله، الفتنة بالنساء والوقوع في الفواحش. نعم.